لمزيد من المتابعه ينضم الينا من رام الله مراسل الغضيه حوشيه. اذا ضياء، ما هو الجديد فيما يتعلق بجريمه اغتيال نزار بنات وكذلك ردود الفعل والبيانات حول هذا الموضوع؟ نعم، يعني لا جديد سوى ما أعلنه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد شتية خلال جلسة هذا اليوم لجلسة الحكومة الأسبوعية. تحدث فيها وقال بأن يومين ستصدر النتائج عن لجنة التحقيق التي تم تشكيلها، وأن يعني سيتم محاسبة الفاعلين حسب قوله في إطار القانون، وستقدم هذه اللجنة تقريرها خلال الأيام، وكل من يثبت له علاقة بذلك سيحالل الجهات القضائية كما قال شتية. أيضا أضاف بأن الحكومة تحترم حرية الرأي والتعبير وهي مكفولة على حد قوله، وأكد أن احترام واستقلال القضاء وقراراته فيما يتعلق بحرية الصحافة والإعلام، ولكن أيضا يعني عز العائلة، وهذه المرة الأولى التي تعزي فيها جهة رسمية العائلة، عائلة بنات الذي قتل ابنها على يد أجهزة الأمن الفلسطينية. المفوض السياسي العام اللواء طلال الدويكات في تصريحات صحفية قال بأن نقدر عاليا ردود الفعل لدى عائلة نزار بنات، وقال من حق العائلة أن يغضبوا ونحن لا ننكر ذلك، هذا حسب بيان وصلنا. وأيضا قال في انتظار نتائج لجنة التحقيق التي ستحدد خلال اليومين المقبلين ماذا حصل على وجه التحديد، وقال لدينا الاستعداد لنحاسب، ولذلك يعني كل من يتحمل المسؤولية سيتحمل ذلك فعليا أمام الجمهور. ردود الفعل خلال اليومين الماضيين كانت في شقين، الأول هي من عائلة المتوفى كما قال في بيانه ومن حقهم ذلك، وأخرى من لديهم من وصفها بالأجندات الحزبية ومنطلقات ليس لها علاقة في الحادث، هذا طبعا ما قاله الناطق. لكن فعليا هذا اليوم عند ساعات المساء، عند الساعة 6 بتوقيت القدس المحتلة، هناك أيضا دعوات للتظاهر في مدينة رام الله، وهناك خشية من أن يتم التعرض أو تحدث اشتباكات بين المتظاهرين من المؤيدين وأيضا المعارضين، والذين يطالبون أيضا بضرورة إحقاق الحق وإطلاق الحريات العامة، وهناك من يؤيد السلطة الفلسطينية ويؤيد الرئيس الفلسطيني على وجه التحديد. أيضا عائلة بنات عند عصر هذا اليوم ستخرج في مؤتمر صحفي، زوجته وذويه سيخرجون في مؤتمر صحفي من أمام المنزل ليتحدثوا حول تفاصيل لربما قد تكون هي يعني لأول مرة يكشف عنها حسب قول العائلة. ضياء حوشية مراسل غد من رام الله، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.